يعني جوي، أول حاجة ألف ألف مبروك، بطولة مهمة جدا، ويعني وانتي دي تاني سنة تكسبيها. هل انتي كنتي متوقعة انك تحصدي على المركز الأول على مستوى أفريقيا، ولا انتي كنتي شايفة انه صعب، بالذات انك تلعبي يعني حاجة من أصعب الألعاب اللي يمكن الناس كلها، البورد جيمز عامة من أصعب الحاجات اللي العالم كله بيحاول ان هو يفهمها، انت ما شاء الله عليكي قدرتي تعمليها مرتين، هل كنتي متوقعة انك هتكسبي للمرة التانية؟ في البطولة لازم يكون ان انا ما افكرش في النتيجة، لان اوكي ده بيحط حلو. اوفرلود قوي على اللاعب. انا اجتهدت قبلها بشهر وعملت كل اللي اقدر عليه فنيا ونفسيا، ولازم انزل ماتش ادي احسن اداء عندي وانا اكون راضية عن ادائي والنتيجة بتاعت ربنا. يعني انتي ما بتفكريش انا هعمل ايه، انا هنزل هعمل احسن حاجة عندي، بس هطلع رقم كام، ده مش في حساباتك اصلا. ايوه صح، اوكي حلو قوي. صفاء الذهن، يعني لازم فكرة يبقى مخي بتصفي فاضي ذهنك خالص، تماما، انت يعني بتركزي الكابتن في اللعبة بتاعي كان فقط. بيخليني اعمل تأمل علشان مخي يبقى فاضي خالص ما فيهوش اي افكار. نعم. طيب جوي، عاوز اعرف منك، انت قلتي انا عملت كل اللي عليا قبل البطولة واجتهدتي، الاجتهاد في لعبة زي الشطرنج بيكون ازاي؟ الاعداد؟ الشطرنج زي ما هو فني ان انا لازم اتمرن ان انا اكسب مهارات، هو نفسي، هو 50% فني و50% نفسي. لو انا نفسيتي مش مستعد، اي موقف غريب هيواجهني هتوتر ومش عارفه اتعامل. مين اصعب حد يا جوي وانت بتلعبي قدامه، كان بالنسبه لك يعني صعب؟ منتخب الجزائر. اوكي. ليه، الصعوبه في ايه؟ صعبة برضو ان احنا مصر عندها رياده كبيره قوي على بطوله افريقيا دي، يعني احنا مصر اقوى دوله حرفيا بتلعب شطرنج في بطوله افريقيا، الجزائر دايما هم المنتخب المنافس يعني لينا لمصر. على طول. طيب فكره بقى الاعداد للبطولات، ازاي وصلتي لمستوى احترافي في لعبه الشطرنج؟ وهنا لما بنتكلم على مستوى لعبه زي لعبة الشطرنج، انت قلت التأهيل ليه بيبقى فني ونفسي، واعتقد التأهيل الفني فيه هما الاتنين اصعب من بعض بصراحة، يعني فكرة ان انت تؤهلي نفسيا على ان اي موقف طارئ تتعاملي معاه بسرعة بديهة وذكاء شديد جدا، اعتقد دي نفسيا امر مش بالهين ولا بالسهل، وايضا فكرة التكتيك الفني للعبة الشطرنج برضو حاجة مش سهلة، فازاي بتقدري ان انت توفقي ما بين الاتنين، وهل ممكن اي شخص طبيعي يبتدي يلعب لعبة الشطرنج ويقدر يتفوق فيها، ولا ده بتبقى سمات ذكاء وسمات موجودة في الشخصية بالفطرة من البداية؟ انا دايما بشوف يعني انه لازم طبعا يكون في موهبة، بس لازم مع الموهبة شغل كتير جدا. يعني ما ينفعش موهبة بس. يعني لازم يبقى عندك استعداد من الاول، بعد كده يعني التمرين الكتير، يعني التمرين على طول، والتمرين بيكون فيه اجزاء كتير. لازم كل شويه افكر في ان انا اتطور، ما ينفعش افضل على انا عليه لان كده مش هتطور اصلا. بتتطوري ازاي طيب يا جوي؟ يعني ازاي بتشتغلي على نفسك في اللعبه دي؟ يعني انا بحاول اشوف فين الغلط اللي عندي واشتغل عليه، مش بشتغل يعني قوي على النقط، انا عندي نقط قوه وعندي نقط ضعف، يعني نقط الضعف هي اللي بحاول اخليها تبقى قد نقط القوه، هو ده بقى المتعب. لكن لما انا افضل على طول على نقط القوه بتاعتي فانا لسه ستيل عندي ويكنس. جوي انا عايز اسالك سؤال، يعني عايزاكي تغششينا، ايه الحيله او ايه التركايه اللي في اللعبه دي؟ موضوع كبير قوي وخطط كتير. قولي لي يعني كده سريعا. يعني اولا لازم افهم شخصيتي اللي قدامي، ايه اللي بيضايقه في اللعب وايه اللي بيريحه، واعمل كل حاجه هي ممكن تضايقه. حلو. نفسيا مش هيكون مرتاح عليا اصلا، هيكون متضايق في الدور. ده يساعدني فعلا ان انا اكسبه اسرع، وفنيا انا مهاراتي هتظهر وهو لا. يعني انت بتلعبي في البدايه على فكره النفسيه، تحطيم نفسيه تحضير اللي قدامي، تحضير على اللي قدامي. وبعد كده تبتدي تظهري مواهبك وفنياتك اللي انت مؤهله ليها. طول ما هو قاعد متضايق ومش مرتاح هو مش قادر يظهر برضه، لكن انا اللي قادر اظهر. جوي يعني انت كام سنه دلوقتي؟ انا 14. ما شاء الله 14 سنه، وانت عندك 13 تقريبا، حصلتي على لقب اصغر استاذه دوليه في مصر والوطن العربي وافريقيا، واعتقد ده لقب مش هين ولا لقب
يعني بسهوله تقدري ان انت تقتنسي هذا اللقب في الوطن العربي وافريقيا بكم العقول العربيه والافريقيه اللي موجوده؟ ازاي اشتغلتي على نفسك وازاي قدرتي ان انت تكثفي تدريباتك عشان توصلي للقب ده؟ انا مؤمنه جدا ان انا لو عايزه اوصل لحاجه قدامها تنازلات كتير. يعني انا السنه اللي فاتت وقت ما خدت اللقب كنت حرفيا انا 10 ساعات على البورد، لا قادره انزل، لا قادره اعمل اي نشاط تاني، انا لا. بس على بورد الشطرنج. طب جوي، يعني انا عاجبني قوي ان انت بتقولي انه انا بلعب على نفسيه اللي قدامي عشان خاطر اعرف انا اكسب. ده فادك في ايه في حياتك انت بقى، يعني في دراستك، في تعاملك مع الناس؟ يعني اكيد ده قوة جدا من شخصيتك. انا حاسه بتكلم مع بنوته اكبر بكتير من 14 سنه ما شاء الله عليكي. يعني اللعبه دي فادتك ازاي في شخصيتك؟ صراحه يعني الشطرنج بيطور مهارات كتير جدا في المخ. يعني انا ما كنتش، لو انا من غير العب شطرنج كنتش اتوقع فعلا بجد ان انا اكون اقدر اتعامل مع اي موقف كده. انا مش متفاجئه، مش عارفه اعمل ايه، الموقف صعب، بس انا قادره ان انا افضل احافظ على هدوئي واتعامل مع الموقف واخد قرار في لحظتها بشكل كويس. طيب جوي، النموذج الشطرنج جدا في عقليتي. نعم جوي، انا عاوز اتكلم على المستوى الدراسي بقى، بما اننا داخلين ومقبلين على عام دراسي جديد. انت ميولك ادبيه اكتر ولا علميه؟ اعتقد علميه وشاطره في الحساب. بحب الساينس جدا. يعني باين ماي فيفرت. العلوم اكتر. يعني العلوم انت عايزه تدخلي مثلا طب، صيدله؟ انا عايزه ادخل جراحه. انا مقرره خلاص عايزه ادخل يا جراحه. رب ربنا يوفقك. انت بتعملي جراحه برضو في الشطرنج يا جو؟ يعني الموضوع مش سهل برضو بالنسبه لنا. هقول لك، انا عشان العب بطوله افريقيا بتاعه الكبار انا اضطريت ان انا اجل امتحانات لدور تاني، ودخلت دور تاني وطلعت من الاوائل ما شاء الله. طيب جوي، احنا شايفين دلوقتي صور يمكن معانا على الشاشه معروضه دلوقتي، دول طبعا في شهاده وفي اولاد صغيرين، دول بتعلميهم هم او ولا هم مين؟ الاولاد الصغيرين هم برضو كانوا بيلعبوا معانا في البطوله. بس انا كمان مرنت اطفال كتير عند في المدرسه، كان تبع سمارت كورس، كنت بمرنهم والحمد لله كلهم بقوا كويسين جدا دلوقتي. ما شاء الله ما شاء الله. وده اللي انت عايز تعمليه يمكن الفتره الجايه؟ عايزه تمرني؟ عايزه ادرب كمان. حلو قوي ما شاء الله. يعني جوي روماني، يعني احنا بنشكرك وبنتمنى لك طبعا كل التوفيق، وبندعوكي بقى تكوني ضيفه معانا اكيد في صباح الخير يا مصر، تقولي لنا التريكات اللي بسنت سالتك عليها يعني. شكرا لك يا جوي.